السلام عليكم. هسه راح نبلش بشرح اخر مواضيع مادة الفاينل اللي هو الانفلونس لاين. انفلونس لاين للستاتيكلي ديتيرمنت ستراكشر. طبعا انفلونس لاين هو موضوع مختلف بالمادة عن كل شيء اخذناه قبل، يعني بيختلف عن الديفليكشن، بيختلف عن مومنت ديجرام، بيختلف عن كذا. طب شو يعني انفلونس لاين؟ انفلونس لاين بسموها بالعادة خطوط التأثير. طب يعني خطوط التأثير؟ خطوط التأثير هي كالتالي: لو انا بدنا نصمم اي شيء، الجسر هو أكبر مثال بيضبط عليه هذا الدرس، هو الجسر. لو بدي أصمم جسر زي هيك، هذا الجسر هو ترس يعني فعليا، يعني ورسمت هيك مثلا زي هيك ترس، ومن الجهة الثانية نفس الشيء، فهذا ترس، هذا ترس هيك، شوف كمل نفس الأشياء بتعملهم. بس هذا الجسر لما تيجي تمشي عليه سيارة، تمشي عليه سيارة زي هيك مثلا، هاي سيارة تمام بدها تمشي، لما تمشي هي لحالها بتمشي راح تعمل لي مثلا شير ومومنت وقوة بالترس وتعمل لي أشياء كثير. فبالتالي فأنا هاي السيارة لو بدي أمثلها بالحياة الواقعية، هذا مثلا هاي عجلين على السيارة، فعندي عجلين زي هيك، هاي المسافة X، هاي المسافة X، هذا الجسر اللي هو هذا. فأنا بسبب اللود المتحرك الشير والمومنت بتغير عندي. كيف يعني؟ يعني أنا لو كان عندي beam simply supported زي هيك عليه لود بالنص، نحكي الرياكشن بيقل على 2 يعني نص القيمة. طيب لو كان الرياكشن هون طلع قيمة للرياكشن، كان الرياكشن هون اللود هون طلع قيمة للرياكشن هذا. فبالنسبة لللود هذا، هذا كان لود ثابت، اللود الثابت هذا ينتج لي منه قيم للرياكشن وقيم للشير وقيم للمومنت مختلفة. هسه احنا اللي رح ناخذه لود مش ثابت مكانه، لا اللود متحرك، يعني اللود بتحرك من هون من هون لهون أو من هون لهون عادي. فأنا نتيجة تحرك اللود برسم خط تأثير، تأثير اللود قديش بيأثر علي، حتى شوف قديش الرياكشن بصير عندي، قديش الشير، قديش المومنت. ورح نتعلم كمان عندي أنا أكثر من عجل بمشي، يعني مش لود واحد، لا ثلاث لودات، 4 10 20، مع كله بقدر أطلعه طرق سهلة إن شاء الله. خطوط التأثير لو جيت رسمة شفتها زي هيك، كنت لك هاي رسمة influence line، انتبه لا شير diagram ولا moment diagram، influence line. حكيت لك هاي الرسمة، شو معنى هاي الرسمة لما تشوفها؟ لك بكل بساطة انه لما اللود يكون هون الرياكشن هذا، فالرياكشن بيكون قيمته هون، لما يكون اللود هون فالرياكشن بتكون قيمته هاي، لما يكون اللود هون بتكون الرياكشن قيمته هاي. القيمة ايش؟ مثل نص البيم. فعشان هيك قيمة الرياكشن نص قيمة اللود، يعني لو هذا بي فالرياكشن هون بيكون بي على 2، في حالة هاي ال على 2 وهي ال على 2 الرياكشن هون. فلو كان اللود هون في رياكشن عندي هو 0. انا حسب الرسمة هاي لمين قايل لك هي مرسومة، الانفلونس لاين لمين مرسوم؟ طبعا احنا راح نتعلم المرسوم وكيف مرسوم. فلاحظ انا كل ما تغير اللود عندي بتغير عندي قيمة الرياكشن. فمعنى الانفلونس لاين، يعني لو حكيت لك شو هاي القيم بالانفلونس لاين، تمثل مثلا تمثل هكذا لما اللود يكون هون بس. فاول شغله هاي معنى خطوط التاثير، هاي معنى خطوط التاثير. طبعا في كثير دروس بعض الدرس وحكينا شو رح نتعلم، فاحنا انا مش حاب اشرح من الكتاب ولا حاب اشرح من السلايدات هاي بصراحه، سلايدات الدكتور. بس انا كل شيء رح احكي رح نيجي نمشي بالسلايدات. لاحظ انه هون اللود بيمشي، فكل ما يمشي بقول لي شو بصير عندي. هون بقول لي مثلا هذا اكزامبل، بقول لي construct the influence line for reaction A and B, shear at C, bending moment at C, shear before and after B, moment at B. انت بين كذا. طيب انا قبل ما احل هذا اشرح لك مبدا الانفلونس لاين شو هو. بس بدي تعرف شغله واحده، كل شيء كنت اطبقه تمام من شير ومومنت ورياكشن انا بطبقه على الانفلونس لاين، على اللود المتحرك. كيف يعني؟ يعني كالتالي، لو حكيت لك وجد لي رياكشن، وجد لي رياكشن عادي، هذا بن وهذا رولر، حكيت لك انا في عندي لود هون، حكيت لك في عندي لود هون مختاره 10 ومختاره 1 يا سيدي، وهي مسافه 2 وهي مسافه 3. لك وجدت الرياكشن عند A، الرياكشن عند B، وجدت الرياكشن عند A،
يقول لك مجموع المومنت عند الاي تساوي 0، يقول لك 2 في 1 تساوي بي واي في 5، بالتالي بي واي تطلع عندي 2 على 5 راح تشكلي تمام، بالتالي اي واي تساوي 3 على 5. طيب افرض روح شطبت لك المسافه هاي، قلت لك افرض انه هاي 1، شو بصير عندي؟ 2 في 1 تساوي بي واي، مش 2 في 1، 3، زي كانت 2 و 3 صارت مثلا 3، 2 و 3 صارت 3 و 2 لأنه تغير المكان، تغير المكان، 1 في 3 تساوي بي واي في 5، تلاحظ أنه البي واي بتساوي 3 على 5، تلاحظ أنه الاي واي 2 على 5. يعني بكل بساطة كل ما بعدت عن السبورت هاف، يعني لاحظ لما كانت المسافة 2 بين اللود والهاي كان رياكشن 2 على 5 لبي، بعدين لما قربت على السبورت هاف صارت هاي 3 صارت هاي 2، فبلاحظ انه انا كل ما ابعد عن هذا السبورت صار الرياكشن يقل عنده. يعني لو كان اللود هذا هون يكون الرياكشن هون 0 والرياكشن هون 1، فانفلونس لاين بدل ما انا طلب مني أوجد مثلا الرياكشن 3 مرات، مرة إذا كان هون مرة هون مرة هون، أنا أظل أحل 3 مرات هذا الحل. طب في ظل البيم طويل أقول لك لا، بتحل بطريقة الانفلونس لاين، أو يعني بدي أوجد معادلة الانفلونس لاين. كيف أبدأ أعملها؟ بعملها كالتالي، أرسم البيم زي ما هو، باجي بحط اللود زي هيك، بفرض أنه على مسافة X، يعني بيمشي على مسافة X وهي قيمتها 1، وهذا البيم طوله L، طوله شو ما كان 10 20 30 40، والإكس الإكس هي عبارة عن إيش؟ المسافة اللي بمشيها. يعني لو كانت إكس 1 فبتكون هاي L ناقص 1، يعني إذا هاي A هاي B زي ما حكيت قبل شوي 3 و2، فافرض إنه هاي 3 وإذا كان طوله 5 فهاي 2 زي هيك، فهاي إكس وهاي L. جيت حكيت لك وجد لي رياكشن عند A، رياكشن عند A. طيب انت كيف بتحل؟ لما انت افرض انه ما عندي اكس، افرض انه عندي ارقام، وجد لي الرياكشن عند ايه، شو بتعمل؟ لك راح حكينا سيجما مومنت عند البي يساوي 0، احكي لك انه عندي 1 بس اذا هاي اكس وهاي ال فبالتالي هاي ال ناقص اكس، 1 في ال ناقص اكس يساوي اي واي او ار اي يعني في ال، بالتالي ار اي يساوي ال ناقص اكس ال تساوي 1 ناقص x على L، 1 ناقص x على L هي قيمة الرياكشن عند A. طيب شو بستنتج من هذا الاشي؟ بستنتج من هذا الاشي لو ال L طولها 5 وال x طولها 2، ال x يعني ال A مسافة 2، كم قيمة الرياكشن؟ فهذا الخط، هاي المعادلة اللي هي 1 ناقص x على L، انا بقدر ارسمها كأقران خط عبارة عن هيك، وهاي بسميها influence line لآر A reaction A. لو عوضت الـ X تساوي 0، يعني لو كان اللود عند الزيرو فالرياكشن قيمته 1، يعني 1 ناقص 1 على 5، افرض انه L بتساوي 5، 1 ناقص 1 على 1 ناقص 0 على 5 فقيمته 1. بعدين كل لاحظ انه كل ما بعدت، يعني خليت المسافة 1 فبتصير 1 ناقص 5 بتصير كم؟ 1 ناقص بتصير 4 على 5، بعدين لو مشيت مسافة بصير 3 على 5، بعدين ايش بصير؟ 2 على 5 بصير 1 على 5، بعدين بصير 0. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي انه لو كان عندي لود 1 مقدار، ولود مقدار 1 كيلو نيوتن، كان بنص هذا البيم، لو كان ايش المسافة 2.5، يعني 1 ناقص 2.5 على 5، يعني 1 ناقص نص تساوي نص. فلو كان عندي بيم، لو كان عندي بيم طوله 5 واللود اللي قيمته 1 على بالنص، فهو عبارة عن ايش؟ فهو عبارة عن ايش قيمته؟ فقيمته نص اللود، فالرياكشن قيمته نص اللود. يعني لو كانت قيمته 10 بتكون 2.5، لو قيمته 20 بيكون 10، وهكذا. فهي رسمة الانفلونس لاين. طب لو بدي اوجد ار بي، بحكي مجموعة في الواي تساوي 0، ايش عندي انا؟ ار اي هي 1 ناقص اكس على ال، بعدين ناقص 1 زائد ار بي، سالب 1 بتضطر مع الواحد وسالب 1 بتضطر على الجهة الثانية، تساوي اكس على ال، اكس على ال.
اكس على ال، يعني الرسمة راح تكون عندي زي هيك. لو عوض قيمة صفر، صفر من هون ما هي الأوريجين الرسم، لكن الصفر من هون بتكون عوض صفر بتكون قيمة الرياكشن عند بي صفر. هم 100% لازم الانفلونس لاين لهذا زائد هذا يعطيني واحد. كيف يعني؟ يعني واحد زائد صفر يعطيني واحد. مثلا 2.5 زائد 2.5 او 1 على 2.5 زائد 1 على 2.5 مش 1 على 2.5، نص زائد نص بيعطيني 1. 1 زائد 0 1. 2 على 5 هون بتساوي 3 على 5 هون. 4 على 5 هون بتعطيني 1 على 5 هون. هكذا. فهيك بستنتج انه دائما الرياكشن قيمته عند A 1 ناقص X على L اذا بمشي من اليسار لليمين، وقيمته الثانية بيكون X على L. كمان شغلة انه لو كانت اللود مش قيمته 1 قيمته 10 بضرب قيمة اللود في الانفلونس لاين. فهذا بستنتج شغلة انه قيمة اي شيء رياكشن بتساوي قيمة اللود بالانفلونس لاين بالانفلونس. هيك انا بقدر اوجد الرياكشن، بشوف قديش الانفلونس لاين عندي. طبعا عند اي قيمة بده اياها، عند وين بده عند ال A عند ال B عند ال C وهكذا. وين الانفلونس لاين؟ يعني موقع اللود. قيمة الانفلونس لاين ها نكتبها بالعربي، قيمة الانفلونس لاين مكان اللود. اللود مثل موجود على 10 اضعوض اكس 10، فهي قيمة الانفلونس لاين بضربها بقيمة اللود. قيمة الانفلونس لاين مكان اللود. تمام. طبعا المعادلات كثير مهمة، المعادلات كثير مهمة، بس راح اشرح المعادلات. يعني شرحت انا المعادلات. طيب لو جيت على نفس البيم اشرح الشير والمومنت على السريع، بعدين راح اصير نشرح مبدا اسمه مولر. مبدا مولر شو بحكي لي؟ هذا بصير ارسم بدون معادلات، بصير ارسم الرسم اللي رسمته قبل شوي بدون معادله. على النظر لو حكيت لك انه هاي النقطه بي سي موجوده على مسافه 3 وموجوده على مسافه 2، بس دائما لما يعطيني نقطه ودي اوجد عندها الشير واوجد عندها المومنت فلازم يعطيني المسافه الموجوده عليها، ولا ما بعرف احل. طلب مني الشير وطلب مني المومنت، فاول خطوه لازم اعملها نوجد الرياكشن. الرياكشن طبعا ايش؟ الانفلونس لاين. فاحنا خلص عرفنا انه ار اي هي 1 ناقص اكس على 5 انه ال طوله 5، وار بي تساوي ايش؟ اكس على 5 عرفناها خلص، اكس على ال وناقص اكس على ال هي لازم تصير بديهي فيه. في حاله اللود الواحد والسمبل سبورت، لو كان فيكس الحكي بتغير. يعني انا شو بدي اوضح لك اياها؟ انه الانفلونس لاين عشان اوجد معادلته انت بتحل، افرض انه اللود ثابت، بدل اللود ثابت مسافه اكس. طيب لو بدي اوجد الشير بدي اقطع، فقطعت انا بي سي هاي ار اي اللي هي 1 ناقص اكس على ال. طيب هسه بلاحظ انه هذا اللود بيتحرك، يعني بيتحرك كيف يعني؟ يعني اول شيء يكون هون بصير هون بصير هون بصير هون بصير 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 عند السي بعدين بطلع مشي. فبلاحظ انه هون في عندي حالتين، حاله انه اللود يكون قبل فبكون قيمه للشير عند السي، وحاله راح تكون حاله ثانيه لما يكون اللود بعد. فانا بحل تو كيس، بسمي كيس 1 كيس 1 اللود بيكون موجود على مسافه اكس، وعندي كيس 2 اللود مش موجود اصلا، مش موجود بالجهه هاي وموجود بالجهه الثانيه. الرياكشن ما بغير ابدا. طبعا المومنت هي ام سي، وهاي المسافه كم؟ 3. عشان هيك قلت لك المسافه لازم يعطيني اياها. يلا بدي اوجد الشير، راح احكي سالب بي سي سالب 1 زائد 1 ناقص اكس على ال. فهمت الرياكشن؟ اكس على ال اللي هي اكس على 5 بتساوي 0. سالب 1 مع 1 بتطير، بالتالي قيمة الشير عند السي هي سالب اكس على 5. يعني لو عوضت صفر، لو عوضت صفر هاي السي، لو عوضت صفر صفر، لو عوضت 1 فسالب 1 على 5، عوضت 2 سالب 2 على 5، عوضت 3 فسالب 3 على 5. بس ما بكمل بعوض 4، المعادلة بتتغير. ليش؟ لأنه كيس 1 وكيس 2. فالقيمة هاي هي سالب 3 على 5.
هسه القيمة الثانية كيس 2 لو بدي اعوض الشير راح احكي 1 ناقص x على L سالب VC تساوي 0 إذن VC تساوي x على 5 ناقص 1 x على 5 ناقص 1 فعوض 3 على 5 ناقص 1 تعطيني لا بطل زي ما هي 1 ناقص x على 5 1 ناقص x على 5 فعوض 3 تعطيني 2 على 5 2 على 5 يعني كم يعني هون عند السين وعوض 5 5 على 5 سالب 5 على 5 زائد 1 0 يعني هيك تلاحظ انه هون هيك شكل الشير الانفلونس لاين للشير هاي سالب 3 على 5 وهاي 2 على 5 طيب هاي سالب 3 على 5 وهاي 2 على 5 هون 0 هون 0 هون 1 على 5 زي هيك بتصير تمشي طيب برضه راح احل على المعادلات لو بدي ارسم المومنت الكيس الاول خلينا نمسح الشير بدي امسح الشير راح احكي ام سي زائد 1 في 3 ناقص اكس اذا هذا طوله 3 واي اكس 3 ناقص اكس بعدين سالب لأن الوضع بيعملها مع عقارب الساعة 1 ناقص x على L في كم المسافة في 3 تساوي 0 أما C رح تساوي عندي ما نقول الطرف الثاني رح يكون عندي سالب 3 زائد x زائد 1 زائد 3 سالب 3 x على 5 عندي زي هيك هاي مع هاي بتطير بيطلع عندي الناتج x ناقص 3 x على 5 1 ناقص 3 على 5 يعطيني 2 x على 5 هذا الحكي شو يعني؟ يعني عوض عندي 0 وقيمة المومنت 0 يعني لما اللود هون بقول لك انه هاي 0 ما هو منطقي يعني افرض اللود هون فالرياكشن 0 رياكشن عند هذا بتصير 0 اقطع خذ الجزء اليمين ما في رياكشن فالمومنت 0 عوض عوض 1 2 في 1 2 على 5 بطلع قيمة المومنت عوض 2 كذا عوض 3 بتصير 6 على 5 6 على 5 يعني 1.2 يعني 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 القيمة هون هاي 1.2 طيب التكملة كيف بدي ارسم الانفلونس لاين بالكيس الثانية نفس الطريقة ام السي بدها تساوي 3 ناقص 3 اكس على 5 يعني لو عوضت قيمة 5 3 ناقص 3 في 5 على 5 5 مع 5 بتصير 3 ناقص 3 بيعطيني 0 فالقيمة هون 0 طب عوض 4 3 في 4 تقسيم 5 بتعطيني 2 وربع 2.4 3 ناقص 0.4 بتعطيني 3 على 5 يعني لو عوضت 4 بكون هيك فلاحظ عوضت 3 ف 3 ناقص 3 في 3 على 5 بتعطيني 1.2 يعني القيمة هون نفسها فهيك شكل رسمة الانفلونس لاين للمومنت بتكون هيك تعلمنا الشير والمومنت والرياكشن انا الشيء الثاني بنفس الطريقة بس انه راح نحل على مبدأ مولر يعني ما راح انا اني اطول على طريقة المعادلات وهي اصلا ما راح احتاجها لا هسه ولا لبعدين بس لو انت بتحضر الفيديو وما عند دكتور هاشم المعادلات مهمة عشان هيك ما راح تلاقي المعادلات كاملة إلا بالدوسية إنه لو كان عندي internal hinge المعادلات بتصير وكذا طيب بس في شغلة الانفلونس لاين هذا أنا ليش برسمه الانفلونس لاين برسمه عشان أوجد الماكسيمم شير والماكسيمم مومنت عشان أعرف وين الماكسيمم شير وبعرف وين الماكسيمم مومنت لازم أعرف هذا الإشي ما عرفت وين الماكسيمم شير وين الماكسيمم مومنت البيم راح عندي يفشل لازم أصمم عليهم فبالتالي هذا الانفلونس لاين من خلال السياره وين بتتحرك وين اعلى تحرك بقدر ارسم مومنت وشير طيب انا هذا الانفلونس لاين شو في بفيدني كمان بفيدني انه انا في عندي شيء اسمه ديد لود وشيء اسمه ليف لود الديد لود هو مثلا وزن البيم وزن الكساره وزن البلوك وزن كل شيء هذا ثابت على البيم يعني هذا البيم في عليه ديد لود ثابت بيكون على شكل لود مستطيل هيك ديد لود طب الليف لود
احكي لك الليف لود. لا الليف لود حسب ما كان حسب ما في انفلونس لاين في الليف لود. كيف يعني؟ انا بصمم ماكسيمم بوزيتيف مومنت، بلاحظ انه هون عندي البوزيتيف مومنت موجود على كل البيم، بالتالي في عندي ليف لود كامل. مثلا صمم لي على البوزيتيف شير، باجي بحط الليف لود بس هون لانه هاي بوزيتيف وهي نيجاتيف، ف هذا المستطيل ببطل هيك. لو بدي اصمم انا على الشير بصمم زي هيك، يكون وجود اعلى قيمه للشير. فعشان هيك الليف لود هذا انا بحطه مكان ما في انفلونس لاين، مكان ما هو طالب. وين طالب؟ يعني لو كان عند لا يعني هي خليها بعدين. ليش؟ انه بتاع مش راح احل المعادله لما يكون في كانتيليفر وكذا، لانه هو كله نفسه. كيف يعني كله نفسه؟ انت شو ما كان عندك بيم، ان شاء الله كان عندك هيك، كان عندك بيم زي هيك، هذا انترنال هنج. حكيت لك ارسم لي انفلونس لاين رياكشن اي، ارسم لي الانفلونس لاين رياكشن بي، ارسم لي الانفلونس لاين رياكشن سي، وجد قلت لك ارسم لي الشير هون وجد لي المومنت هون. انا بكل بساطه كيف بدي احل؟ بدي اوجد الرياكشن. الرياكشن طب كيف بدي اوجد الرياكشن؟ انا بجي بحكي لك عندي كيس 1 وكيس 2 للرياكشن. ليش؟ لانه في عندي انترنال هنج راح افصل، فمره اللود راح يظهر معي بالجهه هاي ومره اللود راح يظهر عندي بالجهه زي. بدك تكون فاهم طيب هذا كيف بدي اوجد الرياكشن. إيه لو بعرف ايش لازم اعج اخذ الجهه اليمين، هاي الجهه اليمين الرياكشن سي، الرياكشن سي وهاي مثلا ال. هسه الحالة الأولى لما يكون اللود هون ما عندي ولا لود، فالرياكشن هذا زيرو والرياكشن هذا زيرو. طيب لما يكون عندي اللود هون بصير في عندي قيم للرياكشن. لو كان اللود هون وطبق عليه 1-6 على الواحد بصير أوجد المعادلات. يعني أنا صار من خلالي بعرف إنه رسمة الانفلونس لاين لهذا الشكل تكون عندي كالتالي، تكون عندي هيك. ليش؟ أنا أنفهم بس هذا الشيء راح نتعلمه انا وياك، ما راح اتركه. بس قصدي انا من الفهم كيف عرفت؟ يعني خلص بكل بساطه راح افصل جزء يمين جزء يسار. الجزء اليمين لما ما يكون عليه ولا لود يكون زيرو، فبالتالي رسمه الانفلونس لاين شو معنى انه هون زيرو عندي ولا قيمه؟ يعني لو كان اللود هون الرياكشن هذا، الرياكشن هذا زيرو مش هذا، هذا لو كان اللود هون الرياكشن هذا زيرو، لو كان اللود هون الرياكشن هذا زيرو، لو كان هون برضه الرياكشن هون زيرو، لو كان هون الرياكشن له هاي قيمة باللود، لو كان هون بتكون قيمته واحد. فبستنتج شغلة انه دائما لما انا بدي احسب الرياكشن او انفلونس لاين للرياكشن، مكان ما عندي اللود مكان ما انا بدي اطلب الرياكشن ما اطلب انفلونس لاين فقيمته واحد. كيف يعني؟ زي هيك طب من الرياكشن اللي هون انفلونس لاين رياكشن اللي هون مباشرة بقول لك هذا قيمته واحد. طب والسبورت الثاني؟ السبورت الثاني صفر. دائما انفلونس لاين لما يكون الرياكشن اللود على عند الرياكشن بكون قيمة السبورت الثاني زيرو. فبالتالي بستنتج انه عندي هيك، لو كان عندي بن وهون رولر واجي حكالي وجدت انفلونس لاين هون، اجي بقول لك مد واحد من هون بقول له هذا زيرو فبوصل بينهم. طب واللي ظل؟ ظلك مكمل. فهي قيمة الانفلونس لاين هون بوزيتيف هون نيجاتيف. طيب قلت لك ارسم الانفلونس لاين هون لهذا السبورت، بقول لك هذا هيك بعدين هذا قيمته صفر، بعدين شو؟ ضلك مكمل امتداد، ضلك مكمل انت على نفس الامتداد بس لانه هاي مش واضحه زي هيك. طيب زي هيك انت بدك تفهم الانفلونس لاين، انت لازم توجد معادلات بس احنا ما راح نشغل حالنا. عشان هيك هذا الحكي كلياته، هذا الحكي كلياته راح ناخذ مبدا اسمه مولر. طالما بدي احله هذا البيم على المعادلات بقدر احله، بس انا هون بقول لي اوجد الانفلونس لاين للرياكشن اي وبي على نفس الرسمه. ايه هاي A وهاي لبي، شو بتلاحظ؟ بتلاحظ انه اذا هون واحد هون واحد زيرو، يعني مجموعهم واحد. اذا هاي مثلا 1.2 او 1.4 فهاي سالب 4، اذا هاي واحد هاي زيرو، اذا هاي نص وهاي نص فمجموعهم واحد. هذا الشغلة بدك تلاحظها. طب influence line الشير عند C، الشير عند السي اقطع، هو راح يقول لك انه الشير عنده هذا هيك هذا هيك. ايش دائما السبورتات عندهم صفار ووصل بينهم. طيب ليش هون نازل وطالع؟ هسه بنفهمها. طب المومنت عند السي، يقول لك المومنت عند السي هذا السبورت زيرو وهذا السبورت زيرو، بتكمل على نفس الميل.
شير بيفور سبورت بي، هاي رسمناها. لا شير بيفور اند افتر سبورت بي، انا بده شير هون، بده شير هون، شير هون، يعني بدي اقطع عند البي على قبلها بشوي اشوف قديش بيطلع. هون نفس الحكم كانه نفس الرياكشن، بس خلينا نتاكد. هاي الاولى، هاي الثانيه. طبعا هو حل معادلات، شايف هاي الشير، هاي المومنت، شير بيفور بي زي هيك، انه قطعت عند البي انه هاي بتنزل، بعدين ما بطلع زي هيك. ليش؟ انه ما صار عندي شير. هاي رح نشرحها ان شاء الله، تخافوش. اما مكان هون زي هيك زيرو، هون زيرو، مومنت ات سبورت بي زي هيك، تمام. هسه احنا حكينا عن المعادلات، بتعرف كيف تستعمل المعادلات، توجدها شو مكان البيم عندك، بتحل امورك طبيعي. طيب هسا في عندي مبدأ مولر، مبدأ مولر للرسم سهل كثير. شو مبدأ مولر؟ طبعا هو راح اشرح، هو راح نشرح لك الطريقة، بس نشرح لك اياها بطريقة اسهل. مبدأ مولر كالتالي، مبدأ مولر بقول لك دائما عند السبورت بتحط قيمة واحد، السبورتات الثانية زيرو. حكيناها قبل شوي. لو كان عندي انترنال هنج، كان عندي انترنال هنج، الانترنال هنج معكس لي الميل. كيف يعني بعكس لي الميل؟ يعني لو كان عندي زي هيك، هذا بين سبورت وهذا رولر سبورت وهذا بين سبورت، عندي هون انترنال هنج. كيف يعني بعكس الميل؟ يعني كالتالي، تطلب انك الانفلونس لاين لهذا، لك هتطلع منه واحد وهذا زيرو وهذا لازم يكون زيرو، وحتقول لي تمام، ولك بتنزل زي هيك. طيب بكمل، طب اظل مكمل؟ لا، الانترنال هنج بعكس لي الميل، يعني هذا الميل كان متناقص صار متزايد، بعكس لي الميل. طبعا هذا راح نتعلمه. يعني حكيت لك بدي الانفلونس لاين لهذا الرياكشن، هذا هيك هذا هيك، بعدين هذا بضل نفس الطلوع، بعدين شو بعمل؟ بعكس لي الميل. بدي الرياكشن لهذا، هذا له هيك يطلع واحد، بعدين شو بضل نازل، نازل هيك غلط، في عندي هون ميل. طب هذا هيك بصير يطلع؟ لا، شو بصير عندك؟ بتصفر زي هيك، صفر بضل زيرو. طب ليش؟ بكل بساطة بحكي لك، لو كان دائما عندي internal hinge في بعده سبورتين، فأنا بس بوصل الرياكشن عنده زي هيك. لو كان عندي internal hinge وبعده fixed بكون بس زيرو. طبعا هذا الشيء بتقدر تستنتجه من المعادلات، بس أنا قاعد بشرح لك. لو بدي أوجد رياكشن لواحد واجهني internal hinge، بشوف شو في بعد internal hinge، عندي fixed بوقف بصفار، عندي تو سبورت بكمل. طب لو عندي سبورت واحد بينفعش، ليش؟ انا ما بصير انستابل، بصير انستابل. فهذا هو مبدا رولر. الشير كيف درسوا الشير؟ الشير كالتالي، ما اجي يطلب مني الشير، طلب الشير عند نقطة، سبورت وهي سبورت، الشير عند نقطة. الشير دائما اشارة البوزيتيف شير، كيف؟ هاي بتنزلني بتطلع، يعني على اي اساس؟ على هذا الاساس، مقطع البيم، هيو القطع، هيو هذا القطع. تخيل اني قطعت البيم، انا هسه هيك بشرح لك، بس بقول لك كيف جبته هسه. يعني هاي الجهه بدها تنزل، هاي ذيك الجهه بدها تطلع، هاي هيك. لاحظ انه لما رسمناها المعادله طلعت معي هيك. طيب وبحكي لك قيمه الشير هذا كامل قيمته واحد. كيف يعني قيمته واحد؟ كان قيمته واحد، يعني القيمة هاي زائد هاي بتعطوني واحد، يعني المسافة بيناتهم واحد. طب كيف بدي أوجدها؟ بكل بساطة رح حكيت لك، هاي المسافة، هاي المسافة هي A، هاي المسافة هي B، فهاي بدها تكون A على L بالسالب، وهاي بدها تكون مسافة B على L. كيف يعني B على L؟ يعني إذا طوله خمسة، فهاي المسافة سالب على 5، يعني اذا كانت هي 2 سالب 2 على 5 3 على 5. كيف جبتها؟ جبتها بكل بساطه، بحكي لي انه السلوب هذا الثيتا عباره عن 1 على ال، 1 على ال. فلو حكيت تان ال 1 على ال، تان الثيتا اللي هو تان الثيتا، يعني اللي هو 1 على ال، يعني تان الثيتا بيساوي ثيتا لانه هي زوايا صغيره، الزوايا الصغيره من خصائصها الساين زائد والتان بيساوي الزاويه نفسها. 1 على ال تساوي المسافه هاي سميتها واي على A، فبالتالي Y بتساوي A على L، نقول أنه تحت فهو سالب. فدائما الزوايا هاي الثيتا، الزوايا هاي هي زوايا صغيرة،
هي زوايا صغيرة. الزوايا الصغيرة small angle، small angle theorem تحكي لي أحطها بالستيل إن شاء الله، إنه ساين الزاوية يساوي تان الزاوية ويساوي واحد في حالة الريت، يعني واحنا بالستركتر بنشتغل بالريت يعني. فهذا الأسلوب نفس واحد على ال، واحد على ال يساوي واي على بي، فواي اللي هون يساوي بي على ال. طيب بعرفنا هاي الشغلة. طيب في حالة المومنت، في حالة المومنت بحكي لك كالتالي، وهي المسافة A وهي المسافة B، كالك انه هاي الزاوية ثيتا، الزاوية ثيتا 2، كالك انه هاي الزاوية الخارجية مجموعهم ثيتا 1 زائد ثيتا 2 لازم تساوي 1. فبالتالي لو حكيت 1 تساوي ثيتا 1 زائد ثيتا 2، ثيتا 1 تساوي تان ثيتا، ثيتا 2 بتساوي تان ثيتا 2. طب تان الثيتا بيساوي الثيتا نفسها، في ثيتا 1 تانها شو هو؟ عبارة عن هاي القيمة اللي هي واي على بي، ثيتا 2 هي A وبرضه واي على A، فواي على A زائد واي على B يساوي 1. رتب المعادلة، كيف نرتب المعادلة؟ يعني خذ واي عامل مشترك، تعطيني 1 على A زائد 1 على B يساوي 1، بالتالي واي بتساوي اضرب ب يعني بصير عندي مش عارف كيف تنحل بصراحة، بضرب أنا بس كان بطلع الناتج A B على L، بطلع الناتج A B على L، مش عارف L وين اختفت، مش عارف L وين اختفت شوي موجودة بالمعادلات، بس بتطلع A B على L. أو بكل بساطة بحكي طبق هاي المعادلة بتطلع معي، أنا زبطت معي قبل شوي كنت أحل يعني قبل ما أصور الفيديو. ثيتا سي زائد ثيتا اي بتساوي 1، هاي ثيتا سي وهاي ثيتا اي حكي انها 2 على 6 ثيتا هاي 3 4 هاي لا مش هيك بالفون كبيرة هيها A B على L، كيف جابها؟ الأسلوب هو B على L والأسلوب هذا A على L، فـ A على L زائد B على L يساوي 1، فهاي الارتفاع B على L. أنت خلاص عرفها دائما هي A B على L. طيب ليش هذا الحكي؟ هذا الحكي بدك توجد على المعادلات تقعد مثلا 5 دقائق لتحل المعادلة وتقطع وتسولف، أما في حالة المولر هاي بترسم الرسم مباشرة بتحكي هاي القيمة هي A B على L، بتحكي هاي القيمة A B على L. طيب خلينا نشرح مبدأ مولر بطريقة ثانية. مبدأ مولر بحكي لي كالتالي، أنا هذا حكيناه، واحد ناقص L على L والسوالف هاي، والسلوب دائما هو واحد على L. مبدأ مولر بيحكي لك إنه رحت مسكت بدي أوجد رياكشن عند الـ A، بقول لك حرر الـ A، كيف يعني أحرر الـ A؟ يعني تفشها، فشتها، لما تفشها راح تطلع لفوق، هذا بين هذا رولر سبورت بثبت لي الحركة العمودية، فبالتالي هذا بضل ثابت وهذا بتحرك، فكيف بوصل بينهم؟ بحكي لك هذا، دفشته. طلعته لفوق صح؟ احكي لي صح. كيف صار شكل البيم؟ لما هذا رفع لفوق وهذا ظل ثابت فصار زي هيك، يعني هيك شكل البيم، هذا الاشي شكل البيم، هذا البيم بعد ما دفشت هذا هيك. طب لو دفشت انا الرولر اللي هون بصير هيك وهذا بضل ثابتة، فكيف البيم بطلع؟ يعني تخيل كيف دفشت انا. طيب شوف هذا فيك سبورت، دفشته راح يتفش معي هيك، تفش معي هيك. طيب ايش بدي اعمل كمان؟ هذا بتفش، بدها تطلع كامل القطعة، فالقطعة كامل القطعة تظل قيمته واحد، بتفش بمقدار واحد. طب هذا بدي عندي السي، تخيل حالك قصيت هاي هيك، تخيل قصيتها هيك، تطلع معك هذا الشكل، فهاي القطعة بدها تنزل، القطعة بدها تطلع، هذا سبورت وهذا سبورت، فبكون ما عندهم ديفليكشن، بتطلع شيء ولا بنزل. لاحظ. طب لو بدي مومنت شايفها سالب A على L وهي B على L. طب لو هون أنا بدي أحسب الشير عند البي بالفيكست، طيب هاي دفشتها لتحت، هاي دفشتها لفوق، بس هاي ما في عليها فيكست ولا إشي، يعني هاي بتطلع، هاي معها بكون شكله هيك، يعني هاي بتطلع لهيك مقطع واحد، هون في فيكست سبورت،
فيك سبورت بثبت لي الحركة كاملة يعني بتطلع هاي زيرو هاي زيرو. تخيل حالك انك فكيت. طب المومنت، المومنت بحط اشارة النيجاتيف مومنت عليه، يعني افرض انه هاي انترنال هنج مثلا، قاعد رفعتها بايدك هيك، رفعتها بهذا الشكل، مسكت ايدك الثنتين رفعتها، بتلاحظ انه هذا بيطلع معك هيك وهذا بنزل معك هيك، يعني بيطلعوا هيك. تخيل حالك انك مسكت ايدك الثنتين ورفعته، رفعته بايدك الثنتين بشكل مائل بشكل دوراني، بيطلع معك هيك الشكل. ايوه هاي نفس الاشي. هون افرض لهون هاي رفعت بتطلع، بس هاي بتضل ثابته فيكس لانه ايوه هذا الشكل. طيب هذا كيف بدي، كيف بدي اتخيله؟ ال في سي بتنزل وهاي بتطلع، بعدين هاي بتطلع. طيب كيف انا افرض اني قطعت هذا، هذا قطعته طلع لهيك صح؟ صح طلع. طب وهذا ضل ثابت. طيب هذا الشكل بشو بذكرك بالحياه؟ لما انت تكون قاعد هون مثلا، انت قاعد هون وفي شيء مثبتكم بالنص، بتذكر السيسو. الشكل لما يكون عندك كانتيليفر بتصير زيها زي السيسو. انا لاحظ انه هون بدي اوجد الشير هون، فانا هاي قبلها بشوي، فانا بدي اقطع، فراح تنزل كامله واحد، بن سبورت ما بطلعني، فهي بتكون زي هيك، وهي بتضل نازله الشير. ايوه بدي اوجد الشير هون، لاحظ راح تنزل راح تطلع، هاي بتطلع بتطلع بنفس القيمه، فقيمه الرياكشن واحد. اما هاي، اما هاي شو بصير عندي؟ ما راح تنزل هاي القطعه، هاي ما راح تنزل ولا تطلع، ليش؟ مثبت بين رولر يعني ستيبل، ايه ستيبل اه يعني ما بتتحرك، بتضل زيرو. هاي هون قيمه واحد، هون نفس الاشي، نفس الاشي. هون المومنت عند السي، المومنت عند السي، لاحظ انك دفشت هاي هيك وهي دفشت هيك، فهاي راح تطلع هيك، هاي راح تطلع هيك، هاي هيك، هاي بتثبت لانه ما بتتحرك هاي القطعة اللي هون، نازل زي السيسو. لو بدي المومنت هون، المومنت هون بالضبط، لا، مش امبي، الامبي توخر الصفحة اللي بعدها، اه، بدي المومنت هون، هاي بدها تفشى هيك، هاي بدها تفشى هيك، بندفشش معي، بتضل ثابتة. شو متفشت بتفش، بس هاي كانتيليفر ما في، في شيء مثبتني، بس هون في شيء مثبتني، فبتنزل بتنزل معي. هون نفس الشيء، هاي بتفشها بتنزل، هاي بتضل شيء. هون في عندي انترنال هنج، انترنال هنج افرض انك بدك يعني هذا تطلع، بتوجد عند هذا الرولر، هذا الرولر دفشته انا لفوق، دفش معي، بعدين هذا ظل نزل، تخيل البيم صار عندي متفوش هيك. بعدين هون مجرد بسبب انه هاي طلعت، هاي بدها تطلع معها، طلع كيف الشكله؟ بدها تنزل يعني، اذا هاي طلعت هاي بدها تنزل. هاي فصاليه، تخيل هاي هيك طلعت، هاي بدها تنزل. لاحظ مدرجة الرياكشن هذا، لاحظ هذا دفشته بس هاي ثابته. لاحظ انه زي ما قلت لك لما يكون عندي هنج ورا سبورتين بتصفر. لاحظ هون البي رفعتها، لاحظ انه هاي بتطلع، هاي بتطلع كمان معها بس لوب ثاني طبعا، نفس الشيء. تخيل كيف انت بتدفش. كيف بتدفش هاي من نتيجة قصها تنزل، اه بس تنزل لحد هون، هاي بتضل مثبتيتها، بعدين هون في شيء مثبتها تنزل. طب هون دفشتها مش راضي تدفش، في سبورت مثبتها فصفرت دائما. لما يكون انت بكون عندي واي سبورتين بتصفر لما بدي اشتغل عندي. تجد المومنت رياكشن صفر. طبعا هاي معادلات كيف حلها. طبعا بدي اجد ال في سي ليفت الشير عند السي من اليسار، لاحظ دفشتها انا فوق ما في شيء، هاي بس هي دفشتها لتحت نزلت هيك، واحدة نزلوا مع بعض سكرت وصفرت، هاي ثابتة. الرايت هذا من الرايت، هاي دفشتها لفوق طلعت، بس هاي دفشتها لتحت سبورت مانعها، سبورت مانعها، بس نتيجة ان الدفش الكثيرة هاي بتتقوس لفوق، تقوست هيك. بس هاي الشغلات كلها اللي انا بحكيها نفس الشيء بتطلع الرسمات. طيب هسه ظل الشيء المغزى الاخير من الفيديو،
هيك 45 دقيقة 50 دقيقة، اللي هو هذا السؤال كثير مهم كثير. هذا احنا هون شغلنا بالمادة انه كيف نصمم التصميم. اللي هون determine the maximum reaction at support B, maximum shear point C, maximum positive moment can be developed and C. بيقول لي بسبب single concentrated lift load مقدار 8000، يعني في عندي load موزع مقدار 8000، هذا نفسه 1 كيلو نيوتن. في عندي uniform lift load يعني بتحرك عجل كامل عليها سمنت مثلا 3000. dead load اللي هو وزن البيم كامل. طيب انا اول شغله بدك تعرفها لازم ترسم الانفلونس لاين. تو مثلا انفلونس لاين للرياكشن بي، فشو بتعمل انت؟ ترسم رياكشن بي، ترسم هاي زي هيك انفلونس لاين، شايف كيف؟ هيك رسمه الانفلونس لاين، هيك رسمه الانفلونس لاين. فهاي القيمه، هاي مبدا مولر بشتغل انا، خلص احنا ما راح نعمل معادلات. هاي قيمه واحد، هذا يكون 1.4، او بحكي اذا هاي الزاويه ثيتا، تشابه مثلثات، تشابه مثلثات في زاوية ثيتا. فقلت لك 1 على 8 تساوي y على 12، بالتالي 12 على 8 يعني 1.5، فهي القيمة 1.5. تشابه مثلثات، مشان أوجد أي قيمة influence line مكانها بدي 1.5. فبلاحظ إنه هذا مثل الانفلونس لاين للرياكشن عند بي هو البيم كامل. فبالتالي أول شيء الديد لود، الديد لود راح يكون عندك هيك البيم كامل في حالة بدي أوجد الشير عند بي، والليف لود برضو على البيم كامل concentrated. وين concentrated؟ وين أعلى قيمة؟ طال ماكسيموم ماكسيموم رياكشن، وين أعلى قيمة عند البي؟ عند 1.5، فبحط 1.5 هون. هاي واحد، مش 1.5، 8000، هاي 8000، هاي القيمة اللي في لود مقداره 3000، القيمة الزرقاء هاي 1000. شو بتعمل هسه؟ شو بتعمل هسه؟ بتعمل كالتالي، بحكي قيمة الرياكشن عند بي ماكسيموم، هاي قانون ثابت، قبل شوي قلت لك قيمة الانفلونس لاين في اللود، فهي 8000 في 1.5، بعدين تزيد عليه. بس هنا لودات مستطيلة، وشو عمل فيها اللودات المستطيلة؟ اللودات المستطيلة بتضرب مساحة الانفلونس لاين في القيمة، القيمة اللود كم؟ 3000. كم مساحة الانفلونس لاين؟ مساحة المثلث، يعني مساحة المثلث هي 12 في 1.5، 12 1.5 ضرب نص مساحة المثلث، كان زائد 1000 في 12 1.5 في نص. فدائما اللود اللود المركز قيمته في قيمة الانفلونس لاين، أما اللود المستطيل هو مساحة الانفلونس لاين ضرب قيمة اللود المستطيل. هاي يلاحظ إنه 1000 في 9 مساحة الهاف 9 زائد 3000 في 9 زائد 8000 في 1.5، لاحظ الليف لود حطوا على البين كامل. طيب شو الشيء الثاني طلبه؟ وجد الماكسيمم شير عند البوينت سين، ماكسيمم شير، فعندي بوزيتيف شير وعندي نيجاتيف شير، لازم أصمم عليهم الاثنين، لازم أصمم عليهم الاثنين. بس هادا تنزل وهادا تطلع، يعني ببساطة طيب كم القيم؟ هاي القيم قلنا سالب A على L، يعني سالب 4 على 8، يعني سالب نص. هالمسافة بينهم 1 فهي نص. هل طبعا ايش المسافة بين 2 سبورت اكمل السيسو هاي. طب وهاي القيمة كم؟ اذا هاي من هون لهون 4 وعطتني نص وهم نفس السلوب، تلاقي برضو تعطيني سالب نص. تمام اتأكد بالله عشان ما خربتش. بس شو بصير عندي؟ اذا هون هو طالب ماكسيمم شير، ما حدد لي اذا بوزيتيف او نيجاتيف، المفروض بالامتحان يحدد لي اذا هو بوزيتيف شير ولا نيجاتيف شير. هسه لو طلب، هسه بدنا نفرض انه بوزيتيف شير، بوزيتيف شير شو بعمل؟ بحط ديد لود مكان ما في بوزيتيف، وين في بوزيتيف؟ في المنطقه هاي. فهذا الليف لود، ديد لود، ليف لود، الليف لود هون. ديد لود وين؟ ديد لود على البيم كامل زي ما هو. والكونسنتريتد لود وين احطه؟ احطه على اعلى قيمه موجبه، كم اعلى قيمه موجبه؟ نص. فهذا البيم عندك زي هيك، هاي القيمة كم؟ 8000، هاي القيمة كم؟ الكاملة 1000، القيمة الزرقاء 3000. فكيف هذا بحله؟ ببساطة بحكي التالي،
VC positive. VC VC بشكل عام positive هون كده أتوقع positive. VC بشكل عام بحكي 8000 بنص لأنه أنا حاطه على النص مش على السالب نص. تين زائد هون بفرض على positive شير، هذا شير positive لأني حاط live load بس على المكان positive، زائد 3000 في مين؟ في المساحة هاي الصغيرة بس، نص في 4 في 2، نص في 4 2، نص في 4 في نص 1، مساحته 1. بعدين زائد 1000 في 1، 1000 في 1 اللي هي هاي بس مش المستطيلة من السوداء، شو ظل من السود؟ عندي سالب نص وسالب نص، فسالب 1000 في نص، هاي مساحته 1 مش نص 1، هاي مساحته 1، حطيت سالب لأنه هاي سالبة، الجهة هاي الصغيرة برضه سالب 1000 في 1، في سالب 2 زائد 1 يعني 1000 في سالب، هاي سالب 2 زائد 1 شو يعني؟ هاي سالب 1 وهاي سالب 1 وهاي زائد 1، طلع 1000 في 1 سالب 1000 في 1 سالب 1000 في 1، 1000 في 1 طارت مع سالب 1000 في 1 طار سالب 1000 في 1، 3000 في سالب 2 ايش هي؟ هو حل على اساس نيجاتيف شير، نيجاتيف شير انا حليت على اساس بوزيتيف، 3000 تمام، 8000 في سالب نص، هو حل على اساس نيجاتيف شير، هو حل على اساس نيجاتيف شير او مش على اساس نيجاتيف شير. هسه لاحظ هون، بس انا لو انا حلي هون صح للبوزيتيف شير، طب للنيجاتيف شير يعني هاي بتطلع معي قيمه ثم تطلع. طب لو انا بدي احل النيجاتيف شير بدي احط الليف لود على النيجاتيف اللي هون والنيجاتيف اللي هون، لا اصح هاي الليف لود الليف لود، وال8000 هاي الكونسنتريت بحطها على اعلى قيمه سالبه، فحليت طلعت معي 11. طيب لو انا حليت على الحل اللي قبل شوي تبع الليف لود عند البوزيتيف بطلعش معي 11، فاعلى شير هو 11. يعني هون انا ما صممت على الشير الموجب والشير السالب، صممت على الشير بشكل عام، يعني انا هون السلايدات قاصه حالي قاصه حالي. طيب الفرق الاخير من المومنت، المومنت عند السيل بوزيتيف، بالتالي بوزيتيف سير قلنا هاي بتوصل هيك والباقي زي السيسو. طيب هاي القيمه كم؟ قلنا هاي اي بي على ال 4 في 4 على ال، يعني 1 1 ولا 2 اي بي على ال 4، طب 4 على 8 16 على 8 تساوي 2، قيمة 2 هاي القيمة كم؟ هو مثلثات، هذا السلوب نفسه هذا، إذا هاي 2 فهي سالب 2 مثلثات عادي مثلثات. فهسه هو طالب مني ماكسيمم بوزيتيف مومنت، فبالتالي الديد لود كامل الليف لود كامل على الجهة هاي بوزيتيف، الكونسنتريتد لود على اعلى قيمه للمومنت اللي هي الاثنين. فبتحكي 8000 في 2 زائد نص في مساحه هذا المثلث، نص في 2 في 8 في 3000 زائد نفس القيمه تضربها ب 1000 تنقص منها نص في 2 سالب 2 في 4 في 1000. شوف 8000 في 2 3000 في 8 مساحه هذا المثلث 8 ضربتها بال قيمة 3000 الليف لود، بعدين مساحة هذا المثلث 4 4 ف 8 في 1000 سالب 4 سالب 4 في 1000 يعني 8 ناقص 4 في 1000 طلع عندي البوزيتيف مومنت او المستيف مومنت 44 كيلو نيوتن، فانا بصمم على 44 كيلو نيوتن. يعني ملخص سريع، الرسمات هاي اطلع عليهم موجودين عندكم بالليرنينج حيكونوا ان شاء الله. عرفنا كيف المعادلات نجيبهم، يعني اذا ما بدي احل على المولر بحل على المعادلات بس بطول شوي. ليش انا بدي احل على المعادلات؟ مشان لما يجيك سؤال السيريز لود تعرف كيف تحل بسرعه، لانه هسه ان شاء الله الفيديوهات الجايه تكون اصعب شوي لما يكون عندك كل الحالات هاي كيف تشي. المهم بما انك سمبلي سبورتد والكنتليفر تعلم كيف ترسم امورك تمام، والانترنال هيج بتعرف انك تعكس الميل امورك تمام، اما الحالات الشاذة اللي زي هيك تقدر ما تيجي، في حال اجت انت بتعرف ترسمها، شرحت لك عن كل شيء. والحالة الأخيرة إنه الحالة اللي إحنا راح نتعلمها لما يكون عندك زي هيك 3000 ألف هاي الديد لود، الديد لود خذها قاعدة الديد لود دائما على البين كامل، خلينا نحط ملخص بس الديد لود على البين كامل
الليف لود بحطه مكان ما بده، يعني بده بوزيتيف شير بروح على البوزيتيف، بده نيجاتيف شير بحط على النيجاتيف. الكونسنتريت لود، اللود المركز بحطه على اعلى قيمه للمطلوب. طب ممكن يعطيني ديد لود مركز؟ اه يباجي بقول لك انه في عندي ديد لود مركز عند مكان كذا، فهذا بضل حاطه طول شو مكان السؤال. ما ليف لود مركز، هو بيعادل ليف لود مركز، فانا بشوف اعلى قيمه المطلوب. طلب بوزيتيف شير ماكسيمم بحط اللود على اعلى بوزيتيف شير، طلب نيجاتيف شير ماكسيمم بحط على اعلى نيجاتيف شير، طلب ماكسيمم مومنت بحط على ماكسيمم مومنت، طلب ماكسيمم رياكشن بحط على ماكسيمم رياكشن على قيمه الانفلونس لاين اللي عندها الرياكشن. يعني لاحظ هون حطيت عند بي حطيت على الواحد، لا على الماكسيمم اعلى قيمه للانفلونس لاين. واللود المستطيل لما احسب لود مركز بحكي قيمته ضرب قيمه الانفلونس لاين، اما لود موزع بحكي مساحه الانفلونس لاين ضرب اللود، مساحه المثلث تبع الانفلونس لاين ضرب اللود. بس اعطيكم الف عافيه، ان شاء الله بالفيديو الجاي نشرح للترس بشكل بسيط كثير، نشرح للحالات النهائيه اللي هو هذا اصعب راح يكون ان شاء الله. بس ان شاء الله هذه الطريقه الموجوده صراحه جدا ممتازه، اسهل من طريقه الكتاب نعتمدها بالحل. هاي الطريقه بتوفر علينا وقت ان شاء الله، بس تنشرح طريقه ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه.